تواجه إيران في هذه الفترة معضلة حقيقية تجاه ما يجري في غزة، فصمتها الفعلي واكتفاؤها بالتصعيد اللفظي يعتقد مراقبون بأنه سيكلفها الكثير، ودخولها الحرب بشكل علني أيضاً تكلفته كبيرة. ويرى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن طهران التي تعهد قادتها على امتداد 4 عقود بتدمير إسرائيل تواجه الآن اختباراً لمصداقيتها، وما إذا كان قرارها هي وأذرعها في المنطقة يرقى إلى مستوى خطابهم الناري. وبيّنت صحيفة إيكونومست البريطانية أنه على مدى سنوات عكفت طهران على تمويل وتسليح وتدريب وكلائها في المنطقة على أساس أن العنف والفوضى من شأنهما إضعاف جبهة إسرائيل من ناحية وإضعاف موقف الحكومات العربية من ناحية أخرى. مسؤولون أمنيون إيرانيون أكدوا لوكالة رويترز أن استراتيجية طهران بالنسبة لوكلائها في الشرق الأوسط مثل حزب الله تتمثل في مواصلة شن هجمات محدودة على أهداف إسرائيلية وأمريكية، لكن من دون تصعيد كبير من شأنه أن يجر طهران إلى الحرب المباشرة. وهنا تتزايد الإشارات إلى أن إيران تدفع وكلاءها في المنطقة إلى توسيع دائرة الحرب، في حين أن وقوفها موقف المتفرج وقت أي اجتياح بري إسرائيلي للقطاع سيقوض استراتيجيتها الإقليمية المتبعة منذ أكثر من 4 عقود، ويضرب مصداقيتها أمام شعبها وأمام سياستها الإقليمية.